ماشي حلو كده، خلينا نكمل بعد كده السكشن التاني ده. فنيجي بقى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، كده بعد الهيدر على طول يعني. ماشي اوكي، ادي ليف خلاص، سميه مثلا هوم. طبعا انت ليه سألت ما سألتش عن الجريد سيستم والكولوم والحاجات دي؟ احنا السكشن الاولاني كان النفر، وهو البوت ستراب مظبطه يعني، مش هتحتاج منك اي مجهود فيه. بعد كده بقى شغلنا احنا هيبان هنا دلوقتي. قلنا بنستخدم كلاس اسمه مين؟ اسمه كونتينر كده. ماشي ليش الكونتينر؟ قلنا في كونتينر وكونتينر في اليود. لما تلاقي سايب مسافه من هنا ومن هنا بتستخدم الكونتينر بتاعك ده. والكونتينر بندخل جواه نعمل الكلاس اللي هنقسمه 12 كولوم اللي هو الرو. جوه الرو تقدر تقسم بقى الكولومز بتاعتك. خلاص خلينا خد دول كده رجع كده. ماشي هروح ابص عليهم هنا، دول كده كلهم سيكشن واحد مع بعض لحد البوتوم كده، كلهم مع بعض سيكشن واحد. خلاص يعني هيفضل في النص مهما في كل الشاشات. في الحاله دي خلاص بعمل ديف كده، اديله كلاس اسمه كول داش 12. معناه ايه؟ معناه في جميع الشاشات سواء سمول سواء ميديم سواء لارج سواء اكس لارج ايا كان، اديهم ال 12 خلاص. وهم دول ديف، اعمل ديف كده وادي له كلاس سميه مثلا هوم كونتنت كده. حط بقى جواه المحتوى بتاعه مثلا سبان وهيدنج وباراجراف وبوتوم. خلاص ارجع كده، ادي سبان تمام، وادي مثلا اتش واحد، وادي باراجراف، وادي البوتوم بهذا الشكل. تعالى بقى كوبي كده ماشي، وبعد كده كومبليت مش كومبليت، كنترول كوفي كنترول سي كنترول في، وادي الباراجراف كنترول سي، وادي الباراجراف اوكي كده. بوتوم ريد مود اوكي، ريد مود كنترول اس. تعال نشوف ظهر عندنا ازاي. ريلود تمام، سايبين احنا قلنا كونتينر سايب من هنا مسافه ومن هنا نفس المسافه. عشان اخلي الكلام يجي في النص في كلاس اسمه تكست داش سنتر. تعال نشوف ايه اللي هيحصل كده. اعمل ريلود، كلام جه في المنتصف الديف بتاعك. تعال شوف لو احنا مهما صغر كده، اقفل ده كده شغل يعني الشاشات في جميع الشاشات الاحجام بتاع الشاشات، اللي بيحصل هو في المنتصف زي ما احنا عايزين نظبطه ايا كان. خلاص وده المطلوب اثباته. حلو قوي إيه جميل. الديف كبير خلاص واخد باك جراوند بتاعت صوره. ماشي خلينا ناخد الهوم معانا كده كوبي، تعالى هناك انزل 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 هنا، ادي السكشن التاني اللي هو الهوم كده. ماشي ممكن نعطي له مثلا ويتس 100%. ماشي ممكن نديله هايت مثلا 700 بيكسل، ممكن نديله باك جراوند يو ار ال تمام كده. احنا موجودين في الستايل، اطلع وحدتين وبعد كده ادخل على الايمجز هات منه الصوره الفلانيه اوكي. سميها مثلا ليا هوم دوت جي بي جي، ليا هوم دوت جي بي جي كنترول اس. تعالى بقى هنا في الشغل بتاعنا اعمل اقفل ده دلوقتي، وبعدين اعمل ريلود بهذا الشكل جات اهي، ويضع هايت 700. ماشي الكلام يعني سايب مسافة من فوق. خلاص قلنا في في حاجة في البوت ستراب على طول كده، ممكن تيجي تقول له اللي هو بادنج من ناحية الطوب مثلا 5 تمام. اعمل ريلود تعالى نشوف 5 هيسيب قد كيف، سايب مسافة يعني خلاص أكبر حاجة 5. ماشي بعد كده في الكلاس بتاعنا اللي هو الهوم كونتنت ده، خده معانا تعالى هناك اهو كده. اوكي اوكي ده جواه مين بقى؟ نسيب ارجع هنا جواه اسبانيش واحد باراجراف جواه اربع ابناء. فتعالى نكرره كده قوي اربع مرات، واحد اتنين تلاتة اربعة، اللي هو جواه عياله مين؟ جواه سبان ماشي، جواه اتش واحد تمام ماشي، سبان واتش واحد وايش تاني؟ سبان واتش واحد باراجراف كمان سيد
جواه اقفل ده بوتوم بهذا الشكل على هنا ماشي. كلام محتاجين الكلام يبقى ابيض كده تنسيقات معينة، فاحنا ممكن نيجي هنا كده نظبط وبعد كده ناخد التنسيقات بتاعتنا هناك نزرعها هناك. ادي الاسبان، المهم نحفظ هنا كده كنترول اس ونعمل ريلود علشان يبانوا هنا. لما انا سلكت على ده انا اعطيله اسم مليان يبان اهو كده كلر خلاص ابيض. كي فونت سايز 16 بكسل ماشي. تعالى على ده اتش واحد فونت سايز مثلا 35 بكسل زودها شوية كلر أبيض مارجن فوق وتحت 20 بكسل يمين وشمال مثلا صفر كده اوكي. تعالى نبص هناك طبعا الخط مختلف بس مش مشكلة ماشي. بعد كده الباراجراف بتاعنا برضو يديله color أبيض ونديله font size 18 بكسل مثلا كده ونديله letter spacing 2 بكسل يا واحد كفاية. ونديله margin bottom فين البوتوم بتاعنا 20 بكسل لو هذا شوية كده ماشي. وقت يبقى ممكن نيجي على ستايل هنا نضغط على ده كنترول A كنترول C تعالى على ستايل الخاص بنا هنا كنترول A كنترول V كنترول S احفظ. هو عمل ايه؟ زود لك بس الكام كلاس اهو حط لك الحاجات اللي احنا زرعناها كنترول S اعمل ريلود هتلاقي كل حاجة تمام اهي. تعالى بس نسينا البوتوم سيلكت عليه البوتوم اهو ماشي. ممكن نديله خليه بادنج فوق وتحت 15 بكسل يمين وشمال 25 بكسل ماشي. نديله باك جراوند معينة احنا مش اخترنا له في ال HTML ليش نعطينه كده تمام. ممكن نديله الكلاس بتاع البوتستراب BTN اللي هو دانجر كنترول اس. تعالى بس اعمل ريلود كده تلاقي الامور اتغيرت شوية. ممكن بس اللي علينا ان احنا نزود له مثلا البادنج اوكي 25 بكسل وفونت سايز نديله فونت سايز 20 بكسل مثلا بهذا الشكل. خد ضربه قوي ومهم سهلة صغيرين. تعالى على الستايل وفي كنترول اس اعمل ريلود تمام. طيب تيجي خلينا نوقف بس هنا ده ممكن نزود المسافه دي شويه. تعالى على الكونتينت كده ممكن نديله مارجن حركه هو يعني لو جينا نديله مارجن توب مثلا 100 بكسل ولا ندي لابوه خالص بادنج هل ده يعمل ايش تمام. حركنا الديف ده كله كده 100 بكسل خلاص. بعد كده الديف التاني ده خلاص ده برضو كونتينر كلاس كده خلاص. قدامنا حلول كتيره ان احنا نحطه في ديف لوحده ونرفعه فوق او نخليه تابعه يعني. اوكي فعلى حسب بقى في شاشة صغيرة ايه اللي هيحصل يعني مثلا لو جربنا نيجي هنا هات كده ماشي هات الشاشة الصغيرة بتاع التليفون مورين كلهم تبع الديف يعني كلهم معاه تمام هما هنا كلهم تبع خلاص ماشي. طيب انا ما هجرب اعمل شيء خلاص انا عايز اخلي الهايت بدل 700 بكسل خليه 100% خلاص. هات الشغل بتاعنا احنا كده اعمل ريلود تمام 100% جاي معاه حلو اوي لحد دلوقتي. انا بس هعمل ايش هروح اعمل خلاص كده ده كونتينر بالرو بتاعه اهو خلاص. هروح اعمل واحد كمان يعني مثلا اطلع كده ده كونتينر ورو اهو ماشي خلاص. خلينا جوه الكونتينر مش مشكلة خلينا جوه الكونتينر يعني احنا ده رو اهو هروح اعمل روتين خلاص. هروح اعمل ديب كده كلاس روتين خلاص عادي الكونتينر اكتر من رو صف تحتيه صف
تحت صف تحت صف، مش مشكله، اهم حاجه ان كل صف تقدر تقسمه براحتك كولومز زي ما انت عايز. احنا هنا عملنا ايش؟ هنا لو ما تفتح الكود بتاع ده، هو كلهم كانوا في المنتصف، فاعطانا كل داش 12، فكل الشاشات ياخد ايه؟ يقف في المنتصف. هنيجي بقى في الروت التاني ده نقسمه. لو جينا شفنا هنا هما كام؟ كبر كده، شيل ده، 3 بلوكات، يعني ده 4 من ال 12 وده 4 وده 4. فانا هروح اعمل ديف كده بلس بلس، ها، كل داش ال جي في الشاشه الكبيره ياخد 4، وكل داش ام دي في الشاشه المتوسطه ياخد 4، كل داش سمول داش ياخد 12، في الشاشه الصغيره يجوا 12، يجوا تحت بعض. خلاص، ما انت لو جيت مثلا هنا وخليت ده 6، خلاص تعال نكبر ده كده كده، ده معناه ايش؟ معناها ان هما في الشاشه الكبيره هيجوا 4 و4 و4 هيجوا جنب بعض، في الشاشه الميديم لما اصغر شويه الشاشه هيجوا 2 جنب بعض، يعني واحد واخد نص الشاشه واحد واخد نص الشاشه، والسته هتيجي في نص الشاشه في السطر من تحت. في شاشه صغيره هيجوا تحت بعض تحت بعض كده. خلاص، فانا ممكن نخليه الميديم خليه 4 بحيث ان هم يجوا جنب بعض، وبعد كده ممكن نغير فيها براحتنا عادي. ماشي، هم كلهم شبه بعض، خلينا بس نكتب واحد وبعد كده نبقى نعمله نبقى نكبيره. يعني اعمل كده ديف، ماشي، بلس ده بيتكلم عن ايه؟ عن ان المذاق كويس وسرعه ودليفري وحاجات من كده، بس هنسميه فيتشر بلوك. ماشي ماشي، وهاجي هنا ده جواه ايه؟ هو ايقونه ومثلا اتش 2 وباراجراف جواه اي، تمام، جواه اتش 2 جواه باراجراف الايات. تعال نجيب الفونت اوسم سي دي ان، يعني الفونت اوسم، نجيب اللينك بتاعها عشان نستدعيها، يضغط على اتش تي ام ال كده كوبي، خد كوبي معاك، تعالى في اطلع فوق في اللينكات، تعالى تحت التايتل كده، قلنا ده يعني مش قوي، اهم حاجة اللينك كده، كنترول اس، ماشي، انزل تحت تحت، قلنا ده بتيجي ازاي؟ هي كده كده في النهاية تاخد كلاس اف اي اف اي وبعد كده الاسم، ماشي، نحط بس الهوم دي كده احتياطي، لكن نغيرها براحتنا. خد الكلام بقى بتاعهم، ادي ده كده كوبي، ماشي، وادي الباراجراف كده كنترول سي برضو بهذا الشكل، اللي هو 4 ده و4 و12 ده، خدوا كده كنترول سي، هو ده اللي هنكرره معانا 3 مرات كده، كنترول اس. تعالى بنشوف شغلنا بقى عامل ازاي، اعمل ريلود بهذا الشكل، جايين اهو، ده واخد 4 كولوم، ده واخد 4، ده واخد 4. ايه اللي حصل؟ لاحظت انت ايش؟ قال لا، الباك جراوند دي كانت واقفه اخرها هنا كده عند ده، ايه اللي حصل؟ يعني زادت واحتوت ده معاها، علشان احنا قلنا لها ان انت الهايت بتاعك 100%. 100% يعني ايه؟ يعني كل ما تزود في عياله في المحتوى بتاعه هو بيجيبهم 100%، بيحتوي عياله 100%. ان شاء الله حطيتي 100 عنصر تحت بعض، لو يعني حطيت عنصر واحد ابص لها الهايت بتاعه اخره عند العنصر واحد، زودت عنصر تاني ابص لها احتواه، التالت احتواه، وهكذا، خلاص هو بيقف عليها على طول. خلاص، دي احسن بقى من ايه اللي احنا كنا بنعمله المره اللي فاتت دي، وشويه التلخبطه اللي احنا عملناهم. يعني هروح اشوف، والله حاسس انهم واخدين باك جراوند، مش مشكله خالص. انا مثلا يعني لو جيت على الرو بتاعي، فين الرو اللي هو محتويه من اللي هو ده؟ مش مشكله خالص، ممكن نديله كلاس تاني واسميه فيتشرز كده، اديله اي اسم اهو، خدوا كده كنترول سي واحفظ هنا، تعالى هناك بعد الهوم احنا عندنا مين؟ ادي الفيتشرز بتاعتي كده، نجرب نديها باك جراوند كده 3 ابيض، واعمل ريلود بهذا الشكل، جميل قوي. احس انا ان اللي في النص واخد درجه مختلفه، مش مشكله خالص، اروح على الشغل بتاعي، هات اللي في النص فيهم اللي هو رقم 2 ده، واديله اي دي خليه مختلف، ادي اي دي سميه ايه؟ فيتشر، اوكي، ميدل او ميدل فيتشر، اي اسم يناسبك. اوكي، تعالى جه هنا وشباك عشان مين بالظبط كده، علشان دي ممكن تديله باك جراوند 3 اي، بعد كده نبقى نظبط فيه براحتنا، نعمل ريلود بهذا الشكل، جميل قوي. طيب طبعا بقى انت شايف ايه لو تنزل تحت شويه كده؟ الحاجات هنا واخده راحتها كده، ومسافات مريحه للعين، والدنيا جميله وشكلها جميل قوي.
تعالى بقى نعمل، نحاول نعمل حاجات زي كده. انزل فوق انت كده وانزل بالكارسر بتاعه. يلا تعالى مثلا على كل ديف منهم اللي هو اسمه فيتشر بلوك ده، لو انا جيت، طب تيجي نكتبه هناك عشان يظهر هنا ونعرف نغير فيه على طول. اسمه فيتشر بلوك، تعالى بقى في الستايل كده، لو قلنا نكتبه منها في الستايل الاول عشان يظهر لنا هناك. وده بقى جواه مين ابنائه بقى، نزلت على شويه كده عشان نشوف. سوري، الاي والعنوان والباراجراف جواه اي ماشي، جواه اتش 2 تمام، وهو مين الباراجراف، كنترول اس، اعمل بقى ريلود هتلاقيهم ظهروا هنا كده. لما تسلكت على اي حاجه فيهم هيظهر هنا، بس اضغط كده خلاص اهو ظهر اهو. لو جينا ندي مثلا زي بادنج كده 20 بكسل، خلاص الكلام بدا ايه يبقى فيه مسافه كده كويسه، مش مشكله خالص جميله. تعالى على الاي، سلكت الاي اقف عليها هنا، ادي الاي بتاعتي، اديها فونت سايز، طبعا انت بتختار بقى اي مناسبه لكل واحده ماشي، 20 بكسل 40 ماشي، تكست الاين سنتر، اديها الديسبلاي بتاعك بلوك عشان تيجي في السنتر، اديها زي مارج من ناحية البوتون كده 30 بكسل ماشي، تغير الكالر بتاعها، طبعا الايكونز بتعتبر زي الخطوط ماشي ماشي، اختار مثلا الدرجة دي. يلا بعد كده في مين، بعد كده في اتش 2، الاتش 2 اهو قول له فونت سايز 20 بكسل، خليها 25 ماشي، مع فونت ويت بولد، مع التكست طبعا كنا ممكن نكتب تكست الاين سنتر للاب الكبير كلهم هيكون في السنتر. يعني انت لو جيت على فيتشر بلوك كده ناله تكست الاين بتاعك سنتر كانوا كلهم في السنتر مره واحده يعني ماشي. تعالى بقى على ده، هتيجي هنا تقول له زي مارجن بوتون كده 30 بكسل ماشي ماشي. تعالى بقى على الباراجراف اهو البي، وديها فونت سايز، الفونت سايز بتاعك كام؟ الفونت سايز 20 بكسل، صغيرة سنة كده ماشي، تديها كمان لاين هايت 30 بكسل كده خليها تبقى مريحة، ممكن نجرب نديها لاينز اسمه ايه؟ ليتر مش لاين، ليتر سبيسنج 2 بكسل يعني مش يعني مش كويس قوي. طيب لو جيت البي اديها مثلا تكست لاين جاستيفاي، تعالى مع جاستيفاي ممكن نظبط فيها، خلي دي عايزين حاجه تبقى مناسبه يعني شكل الباراجراف فيها كويس. اوكي مش عارف يعني، هزعم ان دي كويسه انا كسيد يعني ماشي. الكلام ده لازق في ده، نبقى نغيره دلوقتي. تعالى على الرو بتاعنا ده، ممكن يتيله اللي هو الكبير، الاب الكبير يعني، مارجن من ناحيه توب 30 بكسل كده تمام، زود خليها 100 بكسل تمام بهذا الشكل. تعالى بقى على الستايل، خد الكود اللي احنا عملناه ده، كنترول اي كنترول سي، تعالى هنا كنترول اي كنترول في كنترول اس، وتعالى هنا اقفل ده كده واعمل ريلود تمام بهذا الشكل خلاص، وجاي على الحرف هنا عشان بس تظهر معانا. ممكن نيجي على الستايل كده ندي ليه ده، نديله زي مينيمم هايت كده 2 3 2000 بكسل كنترول اس، واعمل ريلود بهذا الشكل تمام بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. فكره بقى، تعالى بقى نجرب في الشاشه الصغيره، اصبر انت دلوقتي، تعالى هنا عشان نشوفها بقى الاربعه والسته زي ما كنا بنقول. تعالى كده كده صغر، بس ده في الميديم دلوقتي، لسه في الميديم، دي شاشة الميديم الاسمر خلاص اهي. اوكي كده الاسمر هتبدأ دلوقتي، الاسمر بدأت بس ليه ما جاتش؟ علشان احنا لو فاكرين، لو فاكرين يعني نسينا نحط الميتا بتاعت ايه، الميتا المفروض الناس في بداية الشغل بس نسيتها، بكتب ميتا html كده اللي هي الميتا الخاصة ده اللي فيها الويتس بيساوي الويتس سايز، دي دي اهم حاجه. طبعا في ميتات تانيه بقى قلنا عليها المره اللي فاتت اللي هو الخاصه بالديسكريبشن والاوزر والحاجات دي يعني ماشي. اعمل ريلود شوف ايه اللي حصل، جايين تحت بعض اهو، واخدين 12 في الشاشه الصغيره، زود شويه ده في الميديم واخدين 3. لو انا جيت في الميديم بقى
عشان اوريكم الفرق. بس لو انا جيت في الميديم كده وقلت له خليك انت في الميديم 6 تمام و6 تمام 6 و6 واللي فوق خالص 6، كنترول اس واعمل ريلود، هتلاقي 2 جيجا ببعض، واحده نزلت تحت بهذا الشكل. لو 4 كنا عملناهم 6 تبقى شكلها حلو، اما 3 كده شكلها مش كويس يعني، فكنا نخليها 4 او ممكن تخليها لو انت رايك كده كنترول اس، او تخليهم تحت بعض ايه از يو لايك يعني. خلاص بانت ايه وبقت ايه وبقت كويسه والدنيا بقت بدات توضح معانا تمام.